فترة الهالوين بتكون هي من أحلى الفترات، هي والكريسماس بالنسبة للجيمز بشكل عام، بتكون للجيمز مو برات الجيمز. مش عم تقول لي يعني مو أنت عم تخبص، هي مو أحلى فترات، لا هي أحلى فترات بتكون بالنسبة للجيم. بالنسبة للجيم يا شباب، ولكن لعبة فورتنايت بيكون فيها شيء مختلف جدا، اللي هي ظاهر أمامكم الهالوين، بيكون في سكنات وبيكون في لوبي وبيكون في شكل باس وبيكون في تغييرات كتير بالنسبة للعب. أنا لا إن شاء الله راح أحكي لكم بعد الفيديو عن بعض الأشياء اللي بتتغير بلعبة فورتنايت بالهالوين وأغرب الأشياء اللي بتصير معنا بالنسبة للهالوين. فلا والله بس كان طابل أرضية وفيديو جديد. طبعا فترة الهالوين بتتغير اللعبة كتير، ولكن صاحبك النوب بيضل هو هو اللي بيموت بنص الجيم وأنت بتكمل الجيم سولو لحالك. فطبعا هذا النوب لا تنسى تشير معه الفيديو لصاحبك النوب يلي بتركك تكمل الجيم لحاله. انا طبعا تعرفوا مين هو النوب عندي، فاكتبوا على التعليقات مين النوب اللي بيخليني اكمل الجيم سولو على البث المباشر وارباح سندويشة فلافل. كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 اللي ظهر امامك، لو حابب تستخدمه لما تشتري سكين يا ريت تستخدمه. بالنسبة للتغييرات اللي بتصير بلعبة فورتنايت بشهر الهالوين او فترة الهالوين بشهر اكتوبر، طبعا بشهر اكتوبر الفترة باخر الشهر او بنص الشهر او بثلاث ارباع الشهر بصير الهالوين، ما بعرف امتى بالضبط لانه انا الصراحة ما مهتم يعني غير بالجيمز بشكل عام. بالنسبة للهالوين شو بصير بلعبة فورتنايت وشو التغييرات اللي حتصير معنا بهذا السيزون بشكل عام؟ هلا اول شيء بيكون معنا سكنات جديدة. طبعا السكنات حاليا من قبل ما تفوت فترة الهالوين ومن قبل ما تعلن الشركة عن الهالوين بشكل عام صار في عنا سكنات بشكل خرافي جدا باللعبة. يعني بعض المصممين، انا برأيي الخاص انه هدول الناس اللي عم يصمموا وينزلوا على تويتر هن على فكرة لا دخلهم بلعبة فورتنايت ولا لهم مصممين ولا شيء، هدول مثلي مثلكم ولكن بحب هوايتهم الجيم والالعاب والتصميم بشكل عام. فانا اللي حتركك مع بعض الاشياء اللي صارت معنا بالهالوين وبعض التصميمات اللي صارت معنا المقدمة من قبل اللاعبين وليس من قبل الشركة. يعني لاعب مثلي مثلك عم يصمم سكنات وينشرها على تويتر، فانا رح اعطيك اكتر سكنات حلوة والسكن اللي نزل منه الف ستايل اللي هو سكن السمكة، وشوفوا كل الاقتراحات بالنسبة للسكنات. طبعا هدول السكنات اللي انتو شفتوهم كلاتهم من تصميم لاعبين مثلي مثلكم ولكن بيحبوا هوايتهم الجيم وفورتنايت بشكل عام. والشي الثاني اللي بنحكي عليه اللي هو شكل اللوبي. طبعا شكل اللوبي بكل سيزون بتتغير، حاليا تم تقديم اقتراحين بالنسبة لللوبي اللي هي رح تتغير معنا ورح تصير شكلها خرافي جدا. هديك السنة كان عبارة عن قبول وجايك شغلات يعني غريبة جدا، فانا رح ورجيك الاقتراحات بالنسبة لللوبي الجديدة تبع الشابتر الجديد كيف متوقع يكون شكله وكيف ممكن تصير شكله. لا اعلمكم يا شباب انه هدول الاقتراحات اللي بتصير من قبل اللاعبين او الناس اللي مثلي مثلك ما لهم شغالين باللعبة احيانا الشركة تاخذها عليهم. يعني انت شايف الشغلات اللي عم تشوفها هي اتوقع انه ممكن يجي منها 40% بلعبة فورتنايت، لانه السكنات والاشياء اللي بيقترحوها اللاعبين احيانا عم تنزل باللعبة. اشهرهم سكين بوكسر اللي ظاهر امامكم اللي هو عبارة عن كراتين بسكن واحد لابس كراتين والقصص هي، بعرف انه اسمه غريب يعني بوكسر وهيك ولكن هو هيك اسمه السكن. هذا السكن كان اقتراح من احد المصممين او اللاعبين يلي بيصمموا سكنات فنزل معنا باللعبة. فهذا الموضوع يا شباب رح يكون حلو جدا انه الشركة بتسمع لاراء الناس وبتاخذ بعض التصميمات من احد الناس او بعض المصممين على التويتر. فانا رح اتركك مع شكل اللوبي الحلو اللي كتير. وبالنسبة للتغيير اللي نحن بصير معنا بالنسبة للبطل باس والاشياء وهيك، طبعا نحن التغييرات اللي بتصير معنا داخل اللعبة اللي هو للباس، خليني نحكي كلمة باس بالصاد لانه انا ما هقول بطل باس وهيك، فاول موضوع كلياته الباس اللي نحن بنركب فيه ونفوت على اللعبة.
هذا الباص يا شباب بكل سنة بيتغير، والسنتين الماضيين كان نفس الموديل، يعني ما اختلف أي شيء كان. فأنا لجبت لكم تصميم حصري من داخل اللعبة كيف رح يكون شكله مع الطيارات ومع الشابتر الثاني، لأنه نحن نعرف أنه هلأ حاليا الطيارات تمت إضافتها معنا باللعبة. أول ما تفوت على الجيم هيك تمرق طيارات وهالقصص هاي، فأنا رح أجيب لكم تصميم حصري لشكل الباص من داخل اللعبة مع الطيارات. طبعا موضوع الهالوين بيكون موضوع حلو جدا معنا في فورتنايت والقصص هي، هي كل شيء بالنسبه للهالوين والاشياء هي. طبعا الكريسماس بتغير الماب وبصير ثلج وما ثلج واشياء حلوه كتير بالنسبه معنا. واخر شيء رح يكون معنا التعاون اللي هو بين لعبه امونج اس وفورتنايت. هلا ما بعرف شو صحه هذا الكلام 100%، ولكن انا بدي اياك تكتب لي رايك بالتعليقات لانه بيهمني جدا. مثل ما شايفين هيك انه رح يكون شكل الشنتاي مع امونج اس ومدري شو، بس انا متوقع ان الموضوع عبارة عن سلبة وهبدة وكذبة، ومصممين تبع امونج اس على الثري دي وحاطين لازقين الظهر جون ويك اللي هو تبع السيزون 2 مو جون ويك الحقيقي. فبعرف هاي الصورة شو فكرتها او شو شغلتها يعني بشكل عام. فانت لو حابب تشوف هيك شيء او ما بعرف يعني تحكي لي رأيك، شو رأيك بهيك شنتاية او هيك تعاون مثلا؟ هل بيكون حلو التعاون بين امونج اس وفورتنايت لو صار هذا الموضوع؟ طبعا هاي الصورة ما بعرف شو صحتها او شو شغلتها بالحياة تبعنا يعني، ولكن حبيت اقولكم اياها وتقولوا لي رأيكم بالتعليقات بالنسبة للتعاون بين لعبة امونج اس وبين لعبة فورتنايت. كان يكون عجبكم المقطع واستفدتوا بعض المعلومات، كود دعم بالاتم شوبني واتس على زار امامك، يا ريت تدعمني في بلعبة فورتنايت. لو حابب تحضر البث المباشر على الفيسبوك نيمو 3 او اللي ظاهر امامك، فاتمنى تدعمني وحابب تنورني على البث المباشر. شكرا لكم يا شباب وبرعاية الله.